كاملين خدامين في مجال السياحه، هاد الناس كاملين كتشوفو هنايا خدامين في مجال السياحه، هاد الناس كامله متضرره. علاش متضرره؟ اغلبيه ديال الناس استفدات، استفدنا في هاد الشهر اللي فات، جينا حتى لهاد الشهر هذا بغينا نشوفو لقينا قال لك اوت هاد الناس هادو راه موقفين نتوما من الخدمه، يعني ما غاديش تستافدو من هاد الشهر هذا. سمعنا على اساس نجيو عند هاد الناس هادو اللي مسؤولين مكلفين بينا حنايا كشركه مكلفه بينا فلوطير فين خدامي باش نهضروا معاهم توصلوا شي حاجه. اختارنا واحد ثلاثه ديال الناس بالفعل طلعنا لقينا السيد المسؤول سول الناس قبلنا حتى هو عطانا وقيت ولكن ما عطاناش شي حاجه شي معلومه اللي تقدر تفيدنا. قال لنا هو شنو كاين حنا بالنسبه لينا راه ما مسؤولينش على هاد الشهاده ديال الكوفيد نهائيا. حنا الاجراءات اللي عطاونا لا سينيسيس راه كنديروهم مورا كل 10 في الشهر كنديرو هاد الاجراءات. كيجي لينا لا ليست اللي لا ليست ديال الناس اللي غيستافدو كنقدموها لا سينيسيس. حاليا قال لنا ما كايناش شي معلومه نهائيا رسميه كتستثني هاد الناس هادو ديال السياحه وشكون ديال بحال هاد الشركات اللي ميزان تيري. قلنا له واش تعطينا شي معلومه نقدروا نمشيو عليها شي حاجه فهمتيني شكون اللي كان مسؤول شكون كذا. قال لك واش حنا بالنسبه لينا من راسنا حنا وجبد كيف كنقولوا ما عندناش شي معلومه. هذوك الناس حتى دات كل معلومه عاد كيصيفطوها لنا. المهم وصلنا الخلاصه اشنو هي غادي نتسناو اليوم ولا حتى قال لك الا كان شي معلومه ان شاء الله غادي يتصل بينا وغادي يوصلنا هذيك المعلومه كيف وصلها ليه حتى هو. دابا اللي كنترجاو كنطلبوا انه الا كان فهمتي الا كانوا هاد الناس هادو باغي يقصيو هاد العدد كامل ديال الناس الا كاينه شي حاجه نقدروا نديروها وقفه احتجاجيه نديروا اللي بغا غير وصلوا معنا الحل ويقعدوا معنا ويتناقشوا معنا فهمتي ويقنعونا يعطيونا شي مسائل اللي تكون مقنعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.